هلا رشا رح ننتقل لمحطة جديدة من محطات صباحنا غير، ورح نكون فيها ضمن الحدث الأبرز وهو الزلازل. دائما بهيك كوارث يعني بنسأل شو هي الإجراءات اللي لازم نحن نتبعها، أو شو هي المهارات لازم تكون عند كل شخص. الإسعافات الأولية هو رح يكون العنوان العريض لفقرتنا لليوم، ورح نحكي اليوم شو هي الإسعافات يلي لازم كل شخص منا يعرفها، وخصوصا بموضوع الزلازل. بيسعدنا أكيد نرحب بالدكتور محمد هيثم، اختصاصي في طب الطوارئ والعناية المشددة. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. يا صباح أهلا وسهلا، والحمد لله على سلامتكم. الحمد لله على سلامتكم، والرحمة لأرواح الشهداء والضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. آمين. وإن شاء الله هيك ما يكون عنا مفقودين، نقدر نلاقي الكل وننقذ الكل بإذن رب العالمين. آمين يا رب. دكتور، اليوم عم نحكي بكارثة طبيعية وكارثة إنسانية اليوم حلت علينا بشكل مفاجئ. كثير من الأشخاص بيفتقد لثقافة الإسعاف الأولي، يعني نحن ضمن اختصاصنا ما كثير اليوم نحن ممكن نهتم شو ممكن نحن نتعلم أو نتصرف بحدوث أي شيء مفاجئ. اليوم شو أهم الأساسيات بالإسعافات الأولية، وخاصة كوضع عم نعيشه حاليا؟ هلا أول شيء، نحن شو هو الإسعاف الأولي؟ الإسعاف الأولي هو مجموعة من الإجراءات الآلية التي تقدم للمصاب بغية الحفاظ على الحياة وتعزيز الشفاء ريثما وصول المساعدة الطبية المختصة. وبالتالي نحن الإسعاف الأولي، أن هذا بصير بأي مكان دون وجود أدوات، بأي شيء أنا واصل لأيدي. وهذا الشيء بنساويه نحن كلياتنا كأشخاص عاديين، مو شرط اللي بيعمل الإسعاف الأولي أنه يكون هو طبيب أو يكون أنه هو مقدم رعاية صحية، لأنه غايتي مثل ما حكينا هو ريثما وصول المساعدة الطبية النهائية. وبالتالي غايتنا نحن بالإسعاف الأولي أول شيء الحفاظ على الحياة، انه مجموعه اجراءات انه نحافظ فيها على حياه المصاب اللي موجود قدام مننا. الشغله الثانيه انه بالاضافه للحفاظ على الحياه، انه الاصابه عنده ما تتطور او تتفاقم، وبالتالي مشان يكون الشفاء اسرع. فهذا هو الاسعاف الاولي بالتعريف. وبالتالي انا شو بدي اقدم بالاسعاف الاولي؟ انا غايتي بالاسعاف الاولي مثل ما حكينا انه اقدم الشغلات اللي ممكن تحافظ على الحياه، امن طريق الهواء، احفظ انه يكون الشخص قادر على التنفس، انه في عنده دوران، وعيه مقبول، هي الشغلات انا اكد عليها. بعدين اذا في نزف انا حاول سيطر على النزف، بمجرد اني بالضغط البسيط ممكن سيطر على النزف. هي الشغلات اللي ممكن اقدمها انا بمكان الحادث، ليس ما تصل المساعده الطبيه. للأسف دكتور، يعني إن شاء الله يا رب هي التجربة القاسية ما بتمر على حدا، ولكن ممكن الشخص اللي يكون محاصر هو تحت أحد الأبنية هو أول مسعف لنفسه، شو ممكن نقدم نصيحة لهدول الأشخاص؟ شو الثقافة لازم نمتلكها بهذا الوقت الصعب؟ تماما. هلا بالنسبة للشخص المحاصر، الله يحفظنا، بهيك مواقف هو موقف جدا صعب، والله يكون بعون إخواتنا اللي موجودين بالمناطق المنكوبة. إنه أول شيء إنه لا تخاف، المساعدة رح تصل، رح نصل لأي شخص وين ما كان موجود بإذن رب العالمين، بمعونة وبجهود فرق الدفاع المدني. فأول شيء أنه قدر الإمكان، طبعا هذا الشيء مو بإيده، بس يحاول واحد أنه يحافظ على هدوءه، لأنه إذا ما حافظ على هدوءه ما رح يقدر لا يساعد حاله ولا يساعد اللي حواليه. ثاني شيء يتأكد أنه هو موجود مثلا بمكان مهوى، فيه ممكن مثلا يصل أنه تكون تهوية جيدة حواليه، لأنه أول شغلة بتهمنا هو موضوع تنفس. أي هي أهم شغلة. تأكد أنه ما في عنده لا سمح الله إصابات جسدية، ما في مناطق نزف، إذا في نزوف أنه بس مجرد يسيطر على النزوف، مجرد الضغط البسيط على أي نزف ممكن نسيطر على النزف أنه ما يستمر النزف، ورح نصله بإذن رب العالمين إن شاء الله. دكتور، بتختلف طريقة الإنقاذ حسب العمر، إن كان الطفل، البالغين، الشباب. شفنا اليوم كتير حالات على الإعلام عم يتم إنقاذها بشكل مباشر، وذكرت نقطة حضرتك إنه تهدئة خلينا نقول المحاصر المصاب. يعني شفنا اليوم المسعفين وعمال عناصر الدفاع المدني عم تسعى لتهدئة الحالة النفسية عند هذا الشخص، يعني لنقدر يقدروا يطلعوا، يعني فورا عم يروح لموضوع الأكسجين. اليوم نحن قادرين نستخدم هذا الإجراء مع الجميع؟
هلا موضوع مثلا التهدئه اذا كنا قادرين نتواصل معه هون، هي شغله كثير اساسيه انك تحافظ له على هدوءه، انه ما يتوتر انه احنا ليك نواصلين بس مثلا في بيناتنا حيط او في شيء معين نحن اكيد رح نوصل لعندك. شفنا اليوم امثله على هذا نحافظ على هدوءه متى ما قدرنا نصل له. اول شغله هو موضوع نتاكد من موضوع مثل ما حكينا الاكسجين بالنسبه له. ثاني شغله وخاصه عند الاطفال موضوع الإماهة، هذا وقت بصير بقى عند الكادر الطبي، هذا شو اسمه، انه ناكد على موضوع الإماهة بالنسبه لهم، لانه هدول الاطفال اوام بينقطع عنهم التغذيه او بينقطع عنهم السوائل، اوام بيتجفف وبيخسروا سوائل بسرعه. فهي الشغلات اللي ممكن نساويها نحن للاطفال. بالنسبه للبالغين الاكبر عمرا شوي، هدول قادرين يحافظوا على قواهم وعلى بنيتهم يعني افضل اكثر من الاطفال. نحن في شغله هيك بس حابب نوه عليها، نحن الفتره الذهبيه لهدول المنقذين هي الثلاث ايام الاولى، 72 ساعه الاولى، هي غالبا وقت بنصل للمصاب باذن رب العالمين نحن امكانيه النجاه او الحياه افضل. بعد مرور 72 ساعه بتبلش الامال تضعف، بس مو معناتها انه خلص الامل صار ما بتنقطع 100%، انقطع 100%. يعني في تجارب وامثله عن حالات بعد 9 ايام وبعد 14 يوم. دكتور ام وابنها يعني بعد 5 ايام تماما انقاذهم. بس هي الفتره الذهبيه واكثر شيء ممكن يكون احتمال نجاته هو اول 3 ايام او اول 72 ساعة. طيب شفنا يمكن الزلزال هو حدث طارئ يعني نحن بسوريا وايضا كل المناطق يمكن ما كثير بيكون في هي حاله الاستعداد اليوم، كيف التعامل معه؟ ببدايه اليوم الاول كان في مبادرات فرديه ل يعني انتشال الضحايا قدر المستطاع، ولكن في اجراءات بتكون يعني حذره اليوم، كيف نحن ممكن نسحب الضحايا او كيف ممكن نحن ننقذهم؟ خلينا نحكي اليوم عن الكسور اليوم ممكن يتعرضوا له، كيف ممكن نحن نتعامل معهم، كيف نقدر نحن يعني من تحت البناء نقدر نسحبهم؟ هلا اول شيء اللي حيسحب من تحت البناء هن اشخاص مؤهلين، هن اشخاص مدربين، جماعه اشخاص الدفاع المدني. اكيد في مبادرات شخصيه، في اشخاص هي بجهد شخصي ما عندها اي درايه عم تصل لحدا عم تحاول تنقذه. بس بقول انه بس نتوجه لشغله، انه اذا في احتمال لكسور وخاصه بالعمود الرقبي او الفقري، هذا نحاول ما نحرك المصاب قدر الامكان، يعني حركتنا له تكون بس نبعده عن الخطر. متى ما نحن انقذناه في مين حيجي يحمله بشكل صحيح اكاديمي علمي بحيث نحافظ على سلامه العمود الفقري، لانه للاسف اصابه العمود الفقري مزبوط نحن الشخص انقذ وهو عقيد الحياه، بس ممكن تترك شلل العمر كلياته. فمشان هيك بس نحن هي النقطه هي. بقيه الكسور بالنسبه لكسور الاطراف هي شغله بسيطه، بكفي انك تحافظ على ثباتيه الكسر باي شغله شو اسمه نثبت الطرف، بس لانه الكسر هون بيكون مؤلم اكثر منه مهدد للحياه. وبالتالي وقت بتحافظ على الثباتيه بتخفف من الم المصاب. بالنسبه للاطراف بس بناكد على موضوع العمود الفقري والعمود الرقبي، خاصه العمود الرقبي. صحيح دكتور، هاي المعلومه كثير شائعه كنا نسمع فيها، وايضا خلال الدراسه دائما من خلال الاسعافات الاوليه عدم تحريك المصاب الا بالحالات الضروريه، يعني مثل ما قلت حضرتك لناخذه لمكان امن. دكتور، في اشخاص من الناس اللي تعرضت بالزلزال لانهيار البيت وصاروا تحت الانقاض، للاسف بعضهم عندهم حالات مرضيه سابقه وعندهم ادويه هنن عم ياخذوها. اليوم ان شاء الله يعني وقت بيتم انقاذ اي شخص وعنده حاله مرضيه سابقه، شو اول اجراء اليوم المسعف مفروض ياخذه؟ هلا اللي رح يصير رح يرد تم اعاده تقييم هذا المريض هو وامراضه المزمنه اللي كان متعلق فيها، والتقييم اللي رح يصير هو نحن في عندنا شيء نحن بنقول له بالنسبه لنا كمسعفين اسمه حسب الاولويات، منهجيه الاي بي سي دي اي هي اللي بتحدد الاولويات. اول شيء نتاكد من الطريق الهوائي عنده انه سالك، بعدين انه تنفسه جيد ومجدي، بعدين انه الدوران عنده جيد وقلبه عم يشتغل وما في عنده نزوف، بعدين موضوع الوعي والاجراءات الثانيه. بعد منها حنرد نرجع نقيم المريض حسب بشكل سنوي اذا عنده مشاكل ثانيه من ارتفاع ضغط، من ارتفاع سكر، وحيتقدم له العلاج حسب الامراض المزمنه اللي الموجوده عنده بالاضافه لاصاباته اللي هو تعرض لها هي الاساسيه بالوقت الحالي. وبالتالي موضوع نحن الاصابات المزمنه وانه ما اخذ دواء ليومين ثلاثه مزبوط هو بياثر عليه، بس في شيء عندنا اولى بالوقت الحالي اللي هو الاصابه اللي تعرض لها. وعم تكون اليوم سيارات الاسعافيه مجهزه بالاجهزه الطبيه يعني الاسعافيه لبين ما وصل
وصل المصاب إلى المشفى. اليوم دكتور من خلال تجربتك بالإسعاف والطوارئ، شو أهم الأساسيات؟ يعني نحن اليوم بحياتنا في أساسيات كثير مهمة، وخاصة بهيك أوضاع، يعني في أساسيات اليوم نحن لازم نعتمدها؟ هلأ أول شيء من الأساسيات هو الأمان. نعم. إنه أنا إذا بدي أقدم مساعدة لحدا حافظ على أماني أنا بالإضافة لأمان المصاب. نعم. لأنه إذا أنا مثلا عم حاول أنقذ شخص ومالي أخذ أمور الأمان، ممكن أنا التاني أتعرض للإصابة. صحيح. كنا بدنا ننقذ شخص، بدنا ننقذ شخصين، هذا الشخص اللي بده عم يحاول يقدم المساعدة كان ممكن يقدم مساعدة، خسرنا جهوده وصار بده مين يساعده. هي أول شغلة موضوع الأمان. ثاني شغلة مثل ما حكينا هو إنه قدر الإمكان يكون العمل على جماعات حتى نقدر نساعد بعضنا ونقدم الدعم لبعضنا. ومثل ما حكينا أولويات مقاربة المريض حسب الأولويات، التنفس ومن ثم طريق الهواء ومن ثم التنفس ومن ثم الدوران هالأمور. نعم نعم دكتور، روح لنصائحك أخيرة من حضرتك. يعني نصائح الأخيرة أنه أكيد نتأكد من موضوع سلامة الأماكن اللي احنا موجودين فيها، إذا في عنا أي شيء بالأبنية اللي احنا ساكنين فيها أي تصدع أو أي شيء، نراجع المعنيين أنه نتأكد من موضوع سلامة. هذا موضوع صار الكل عندهم دراية فيه. بالنسبة للأمور الصحية خلي هلأ بالوقت الحالي مثل ما بيقولوا شنتاية صغيرة فيها ثبوتياتك، فيها أدويتك الأساسية، بحيث إذا تعرضنا لأي شيء أنه هدول دغري ممكن نحملهم معنا وممكن مباشرة ناخذهم مشان السلامة إذا بدنا نطلع من المكان إذا حس حسينا بأي شيء غريب. لا تحاول تفوت لأماكن معرضة للسقوط أو الانهيار. صحتك غالية علينا، دير بالك عليها، دير بالك على اللي حواليك. بالنهاية يعني كله بإيد رب العالمين، ونحن نتمنى الصحة والسلامة للجميع. نتشكر حضورك لليوم الدكتور محمد هيثم فرحات، أخصائي في طب الطوارئ والحوادث. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين والرحمة للشهداء.